بدنا نحكي مشاهدينا عن مدارس أبناء وبنات الشهداء يلي كانت ولا زالت الحضن الدافئ والبيت الثاني لطلابها، قدمت لهم كامل الرعاية التعليمية التربوية الاجتماعية النفسية، حاولت تعوضهم عن غياب الأب يلي فدى بروحه الوطن. نحكي أكثر مشاهدينا عن الجهود المبذولة بهي المدارس وعن الكوادر الموجودة فيها. بيسعدنا أنه يكون معنا داخل الاستوديو السيدة رهف إسماعيل، مديرة مدرسة بنات الشهداء الحلقة الأولى من التعليم الأساسي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. والاطفال زينب ابراهيم وتيم العلي، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكي. صباح الخير. صباح النور. نورتوا صباحنا. كيفكم اليوم؟ منيحين. مبسوطين كثير نحن اليوم بوجودكم معنا. اكيد. نحن كمان. اهلا وسهلا. ست رهف، دائما وقت بنقول لمدارس بنات وابناء الشهداء، اليوم عم نحكي عن عطاء غير محدود عم تقدمه كوادر المدرسه، ان كان من الكادر التدريسي، الكادر التعليمي والكادر الاداري. خلينا هيك نحكي معك بشكل عام عن الخدمات اللي عم تقدمها المدارس. بدايه اسمحي لي من هذا المنبر الاعلامي المقاوم ان اترحم على ارواح شهدائنا الابرار، شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، والنصر المؤزر لجيشنا المغوار الجيش العربي السوري. مدرسة أبناء وبنات الشهداء أضحت نموذج المحتذف به في العالم، فهي فمدرسة أبناء الشهداء هي صرح عظيم أسسه القائد المؤسس حافظ الأسد، هدفه الأساسي رعاية وتقديم كل الخدمات لأبناء الشهداء، خدمات تربوية تعليمية، تنمية قدراتهم من الناحية السلوكية الاجتماعية الثقافية. من خلال رأيي الشخصي أنا أعتبر وأرى مدرسة أبناء الشهداء هي سوريا المصغرة، هي سوريا المصغرة التي توجد فيها جميع أنواع المهن الأدوار. نحن جيش تربوي، جيش يدا بيد مع الجيش العربي السوري، نبني هذه المدارس ونحميها ونقدم لها كل ما يحتاجونه. فتجدين في المدارس المدرسة التعليمية التربوية التي تسعى لتنمية قدراتهم شخصياتهم، أيضا نجد المطعم الذي يقدم لهم كل أنواع الخدمات الطعام، نجد المكتبة الغنية بمختلف أنواع الكتب، نجد المسرح الذي يكون فيه فعاليات من كورال ورقص وفنون شعبية، تجدين في المدرسة أيضا حديقة للعب والترفيه، تجدين في المدرسة الخياط، الحذاء، الشيف، فكل متكامل هذه المدرسة تقدم جميع أنواع الخدمات. فنحن أسرة تربوية متمثلة بسيادة اللواء لميس رجب التي هي دائما بتوجيهاتها نسعى لتطوير كل شيء في هذه المدارس. تمام سيدة رهف، يعني قبل ما ننتقل للطلاب الموجودين معنا لليوم، خلينا نحكي يعني العمل داخل مدارس أبناء وبنات الشهداء هو رسالة إنسانية عظيمة، قديش هذا الشيء بيحملكم مسؤولية كبيرة؟ تماماً. مهنة التعليم بحد ذاتها هي مهنة سامية، مهنة إنسانية، فما بالك عندما يكون الأمر يتعلق بأبناء القديسين، أبناء أكرم وأنبل من في الدنيا. لدينا أطفال فاقدي رعاية من غير أب أو أم، أيضا لدينا أطفال فقدوا الأب، ونحن نعلم جميعا كمجتمع شرقي عز الولد أبوه، فهو لما فقد هذا العز وهذا القدوة لإله، فنحن صار دورنا معلم، مربي، أسرة دافئة حاضنة لأبناء الشهداء، فمهمتنا مضاعفة. فنحن في بعض المواقف تكونين له صديقة، ممكن تكونين له رفيقة، معلمة، مربية، توجهينه لتلافي أي صعوبات يواجهها في هذه المدارس. نعم، من هيك نرجع لعندكم شوي زينب وتيم، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. خلونا هيك نتعرف عليكم أكثر. أي صف أنتي زينب؟ أنا من الصف الرابع. وتيم؟ صف الرابع. طيب هلا نحن موجودين بضمن مدارس بنات وابناء الشهداء، نحن عندنا اليوم نظام عم نمشي عليه مثل البيت تماما، كيف نحن عم نعيش بيت بضمن نظام وانشطه، اكيد المدرسه هي بيت الثاني لنا. خبرونا اليوم كيف عم يبلش نهاركم وكيف عم تقضوه. خلينا نبلش من عندك زينب. نستيقظ باكرا ونذهب لكي ناكل الفطور المغذي، ولكن الفطور الرئيسي هو بيض وحليب، لأننا كل يوم نشرب الحليب ونأكل البيض لأنه ينشطنا كل ويدعنا متنشطين كل اليوم. خلينا نصير أقوى. نعم. طيب. وبعد الانتهاء من الفطور نذهب ونسرح شعرنا، نفرش أسناننا، نحضر نفسنا لكي نذهب إلى الصف. وعند الذهاب إلى الصف نتلقى الدروس من المعلمين والمعلمات، وهكذا أكون أخبرتكم عن
نشاطكم. طيب تيم، خلينا هيك خبرنا اليوم شو اهم الانشطه اللي انت بتحب تعملها داخل المدرسه؟ شو هواياتك اليوم اللي انت عم تنميها داخل المدرسه؟ كره القدم. تلعب طابة؟ برافو عليك. اليوم انت كابتن او وسط، هجوم، دفاع، شو اللي؟ حارس. حارس، برافو عليك. كم جول عم تدخلوا فيك اللي؟ صفا، معناتها العدد كبير. اكيد. تمام، بنرجع لعند حضرتك. يعني اليوم خلال سنوات الحرب يلي مرت علينا، كثير من الاطفال تعرضوا لمواقف صعبه، لصدمات نفسيه اثرت عليهم، كيف تتعاملوا مع هدول الفئه من الاطفال؟ تماما. اهم شيء بالمدارس ان نوفر بيئه مناسبه تحوي نحتويهم بكل محبه، بكل احتواء، نقدم لهم دعم نفسي. فنحن لدينا فريق عمل من الكادر الارشادي الذي مختص بمعالجه امور التلاميذ. ايضا يجب ان نكون نحن داعمين لهم، نقدم لهم كل انواع الرعايه، كل انواع الحنان. عم اقول لك علاقتنا بالمدرسه اسره، فالطفل لما بيجي لعندك عناق الطفل بتحسسيه بالامان، بتحس بيعبر عن مشاعره، بترك له مساحه حره ليعبر عن مشاعره، لساعده على تخطي اي صعوبات بيواجهها. فانا هدفي الاساسي اني اصنع طفل قادر يواجه المجتمع عندما يخرج من هذه المدارس. فانا هنا عندما يشاهد الطفل او التلميذ بشكل عام من يحتضنه من المدرسين، من المعلمات، من الاشراف، من كادر المدرسه جميعا، فهو يكون في بيئه وحاضنه امنه في المدارس. أكيد. زينب، خلينا هيك نرجع لعندك شوي. خبرتيني بأولى وقت اللي جيت الصبح أنه أنت اليوم حافظة قصيدتين، شاطرة بالشعر، قلنا في واحدة للشهداء وواحدة للوطن. خلينا هيك نسمع منك، كونه اليوم نحن بمناسبة عظيمة، خلينا نقول قصيدة عن الشهداء. أحلى المطالع تسليم على الشهداء، أذكى الصلاة على أرواحهم أبدا، ماتوا لتحيا أمة منكوبة لا يأبهون لفقد الأم والولد، تعاون الصهاينة والعملاء من وطني، فليت مولدة الاثنين لن تلدا، حاموا على العسل المسموم واجتمعوا ودسوا سمومهم في القلب والجسد، قتلوا الطبيب، قتلوا الطبيب لنشر الداء في بلدي، ورموا بنارهم العلماء والزهداء، لتردى سادة الصهيون منهم ويبقى شعبنا في الأرض متئدا، مكر الذئاب، مكر الذئاب تجلى في ملوكهم، امتلأت قلوبهم بالحقد والحسد، ظنوا العرين كعش الطير فاقتحموا، ونسوا العرين إنه مسكن الأسد، وإن دونه أشبال مزمجرة يصد جمعهم شبل لو انفردا، أبت الرجال عيشة بمزلة أخذت تدك حصون من تمردا، ذهب شهيدنا مع رفاقه مؤمنا بالله والبعث والنبي محمدا، نال الوسام وسما لقرب ربه، وصار له في دار عدن مرقدا، أضحى قريبا من الرحمن مسكنه، أرض العروبة وأرض الواحد الأحد، هنيئا لمن جاور الرحمن مرقده، وتبا لمن اتخذ الإجرام معتقدا. برافو يا زينب، ما شاء الله عليك. اليوم مو بس الكادر التدريسي فخور فيك، نحن كمان فخورين فيك ونتمنى لك مستقبل حلو. تيم، خليني هيك نحكي معك شوي، اليوم شو طموحك؟ اليوم عم نلعب كرة قدم بس بجوز هي هواي، فيما بعد المستقبل شيء ثاني، شو حابب هيك بس تكبر تصير؟ رائد فضاء. والله حلو له هيك السقف واحد يعليه بطموحه. اليوم مين بيدعمك من الكادر التدريسي؟ الأنسات، المشرفات، كلهم بيكونوا جنبكم عم يساعدوكم. انت خجلان اليوم؟ ما بديك تخجل، بالعكس اليوم انت لازم تكون ترفع راسك. اليوم نحن مدينين لوالدك لوالد زينب، لانه هن لولاهم نحن ما لنا موجودين هون وما لنا موجودين بعملنا. يعني سيدة رهف، مثل ما شفنا الطالبة زينب أو تيم عندهم مواهب اليوم، وأكيد في كثير من الطلاب موجودين داخل مدارس أبناء وبنات الشهداء عندهم مواهب، أنتم قادرين اليوم تنمو لهم هي الموهبة، تساعدوهم، تقدموا لهم الدعم؟ تماما.
برجع بقول لك نحن بمدرسة أبناء وبنات الشهداء نحن فريق عمل كامل، فنحن صباحا نتبع لوزارة التربية، لدينا منهاج وخطة وزارة التربية نسير عليها، وشاركوا ولدينا عدة مشاركات بأكثر من فعالية، فلا يخفى على أحد هلا التحدي القراء، فمشكورة إدارة المدارس شاركت جميع الطلاب وأعطتهم فرصة لكي يشاركوا في هذا التحدي ولتنمية، والهدف الرئيسي من هذه المشاركة ليس بحد ذاتها الفوز، بحد ذاته هو تغذية عقول هؤلاء الأطفال، تنمية مهاراتهم فكريا وأيضا تنمية مواهبهم عبر إشراكهم بفعاليات، مثل ما قلت لك نحن عندنا مسرح مدرسي، فمن يجد نفسه مميز بالغناء ندعمه يشارك يختار أيضا آلة العزف التي يراها مناسبة، ولدينا فريق من الكادر أيضا يدربهم، ومن يجد نفسه أيضا في لديه شغف بمادة الرسم أيضا لدينا مرسم، ولدينا أيضا معلمين يقفون إلى جانب التلاميذ يدا بيد سواء في أي مهنة أو في أي هواية أو موهبة نرعاها حتى يكونون قادرين على دائما ناجحين في المستقبل. أكيد جهود جبارة اليوم عم تبذل من كل الكادر ضمن مدارس بنات وبنات وأبناء الشهداء، واليوم إحنا حضرتكم عم تحملوا رسالة إنسانية، واليوم واجبنا جميعنا رد الوفاء بالوفاء ولو بجزء كتير بسيط. خلينا هيك نرجع لعند زينب دايم، هلأ بدك لنا شيء يعني هذا الخجل من شوي. زينب قلتي لي في قصيدة للوطن كمان، هيك نقولها بشكل سريع. كثير من المعتقدات البشرية يقولون أن الإنسان إذا مات في الغربة ودفن هناك في الغربة روحه هائمة ومعذبة ومشردة مدى السرمدية للأبد، ولا تستقر هذه الروح ولا تهدأ ولا تطمئن إلا عندما نأتي بالجسد وندفنه في أرض المولد في الوطن. فأنا قلت لولدي طيور البر تلف في الكون وتعاود الأرض هاجرت منها، السمك تعبر خليج الموت قبل الموت وتعاود مكامنها، النمل إلها مساكنها حجر إلها معادنها، الشجر تسهي بأرض وحدة مفاتنها، إلا الناس عجيب الناس تعيش الغربة بالغربة ولا تذكر مواطنها، وطن يبني شبيه الأم إن رادت ترضع وتفطم إن رادت توهب وتحرم بأي حالة اسمها الأم، وطن يسكن خلايا الدم غريزة تسري عبر الدم، لما موت بالغربة ظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم، وطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان، وطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان، وطن يبني ما هو لفلان أو لفلان وابن فلان، وطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لأي من كان، وطن اللي يخلي الصخرة مخضرة ويزرع بالصخر بستان، وطن للي سما حدا وصل مرحلة إنسان، وطن للي بنى اللبنة على اللبنة، وطن للي أجل أرضه ندر نفسه ورخص بابنه، وطن للي يرد الغارة بالغارة على الله توكل وجابه وأبد ما تنطفي ناره، وطن يبني رقم واحد بعد مية يجي العالم، وطن ناموس للي يخجل نهاية هالوطن يبني وطن عرض البني آدم. الله يا زينب، بتعرفي لمين هي القصيدة؟ لعمر فرق. برافو عليك. تيم شو بدك تسمعنا؟ أنا ابن العزة والشموخ، أنا ابن عشاق الخلود أصحاب الزمان والمكان، أنا ابن سوريا، أنا ابن سوريا أحقق بدم الشهيد نصر جديد، أنا ابن الشهيد منيف محمد حمود، جئتكم في السادس من أيار الذي أصبح عنوان الشهادة والتضحيات والإقدام، وغدت الشهادة منارة متقدة تضيء طريق النصر في مواجهة الأعداء، وكما قال القائد الخالد الوطن غال والوطن عزيز والوطن شامخ والوطن صامد، لأن الوطن هو ذاتنا، فلندرك هذه الحقيقة ولنحب وطننا بأقصى ما نستطيع من الحب، وليكن وطننا هو المعشوق الأول الذي لا يساويه ولا يدانيه معشوق آخر، فلا حياة إنسانية دون وطن ولا وجود إنسانيا دون وطن. تمام، يعني خلينا نحكي لسه شوي مع الاطفال، بنسمع انه بتعيشوا كثير زينب اجواء كثير حلوه بالمدرسه مع رفقاتكم مع المعلمين الموجودين هناك، احكي لنا عن الاجواء هناك. انه المعلمات بمثابه الامهات والاصدقاء بمثابه الاخوات، ونحن بنضل نتعاون مع بعض حتى نشكل انه طفوله كثير كبيره للاجيال الجاي. يمكن تقضوا وقت اكثر ما تقضوه بالبيت. صحيح. مع رفقاتكم، وهي صداقه عم تبنى لبعدين، يعني رح تكبروا سوا اكيد. اكيد.
طيب ست رهف، هيك خلينا من خلال هيك تواجدك اليوم، شو كلمة حابة توجهيها اليوم؟ انتو لشو بحاجة؟ شو حابة تقولي؟ بهذا اليوم العظيم هذا، نحن بالنسبة لأنه يمثل عيد الشهداء هو يوم المدارس، هذا عرس وطني بالنسبة للمدارس، فنحن فخورين بأبناء بآباء أبناء الشهداء. فاسمح لي أن في هذا اليوم العظيم أن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، هذه الأمانة مصانة في أعناقنا، نعاهد الله وسيد الوطن أن نكون قد الحمل بصون أبناء الشهداء وتقديم لهم كل ما يحتاجونه. هذه المدرسة سوريا المصغرة لا تحتاج إلى أي شيء، فمشكور السيد الرئيس سيد الوطن، فهو راعي أبناء وبنات الشهداء، فنحن أمورنا بشكل عام ممتازة الحمد لله، وبالتوفيق لأبناء الشهداء، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. تمام، يعني سيدة رهف بهذا اليوم بستة أيار من حق هدول الطلاب وأطفال أيضا وأولاد الشهداء أنهم يحتفلوا أنهم يفتخروا بوالدهم الشهيد. اليوم ضمن مدارس أبناء وبنات الشهداء شو نشاطاتكم لهذا اليوم؟ شو محضرين؟ هلأ اليوم محضرين فعالية بمسرح المدرسة لكل الأبناء الشهداء اللي بتحب تبعت أي معايدة لذويها. أيضا هناك عنا جو من الفرح في فرقة الكورال، عنا جو اليوم عنا حفلة خاصة لأبناء الشهداء، ومن يومين كمان راحوا ذهبنا برفقة أطفالنا إلى دار الأوبرا، وكان هناك فعالية وعرض كتير حلو. فنحن دائما عنا استنفار بشهر أيار، هذا الشهر اللي نحن بنفتخر فيه كثير، وتفضلوا شرفونا لتشوفوا الفعاليات اللي بنقيمها بالمدرسه ان شاء الله. اليوم هذا النهار بيستاهل مننا اكثر نشاط، اليوم شو ما عملنا وشو ما قدمنا نحن اكيد مقصرين. يعني تايم اليوم هيك في ناس كثير عم بتشوفك ومبسوطه فيك وبالكلام الحلو يلي قلته، شو حابب تقول لهدول لكل حدا عم يشوفك، للاطفال، لرفقاتك بالمدرسه؟ تحب توجه لهم تحيه؟ شو بدنا نقول لهم؟ رفقاتك بالمدرسة شو بتحب تقول لهم؟ أكيد بتحبهم كتير؟ صحيح. شو كمان؟ طيب خلينا نروح لعند زينب بكون فكر شوي تايم. زينب شو بتحبي تقولي لكل يوم رفقاتك وأخواتك ضمن المدرسة؟ أتمنى لهم الخير دائما. وأتمنى أن يكونوا من المتفوقين. وأن يجتهدوا في دروسهم ليكونوا في المراتب العليا. وأنا أحب أصدقائي. نحن كمان نتمنى لكم نفس الأمنيات لألكون. أكيد. وقديش أنتم اليوم فخورين بوالدكم الشهيد؟ كثير. شو بتحبي تحكي كلمة بهذا اليوم تقولي له؟ الرحمة لكل أرواح الشهداء ولأبي. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. ست رهف هيك بالختام بس كنا بنسألك عن تواجدهم بالمدرسة، هنن عم ينزلوا على بيوتهم بالعطل الرسمية فقط أو بنهاية كل أسبوع؟ لا، بنهاية كل أسبوع وأيضا أيام العطل والمناسبات، لكن البرنامج لدينا خميس جمعة يلتحقون يوم السبت لتجهيز التلاميذ للمدرسة في اليوم التالي. بس يمكن بتتغير هذا النظام باقتراب امتحانات الثانوي والإعدادي، بصير في شوية تماما يعني. قبل الامتحانات فنحن منفضل أبناء أن يكونوا موجودين لدينا في المدارس لنحضر الامتحان بشكل جيد ونقدم لهم أي شيء. مثلا نحن بتعرفي عندنا فروقات فردية بين التلاميذ، صحيح. بنحاول اللي بده شوية تقوية ندعمه نساعدهم لحتى ينالوا علامات جيدة، وإن شاء الله بنفرح بنجاحهم كلياتهم. أكيد. يعني بالختام بدنا نتشكرك كتير السيدة رهف إسماعيل مديرة مدرسة بنات الشهداء، الحلقة الأولى من التعليم الأساسي نورتينا. أهلا وسهلا. وأكيد الأطفال زينب إبراهيم وتيم العلي، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك ست رهف، وتحياتنا لكل الكادر التدريسي والإداري ضمن مدارس بنات أبناء وبنات الشهداء. وزينب وتيم شكرا لوجودكم وكلام، وهيك أرواح شهدائنا بتزين سماء سوريا على طول. والمرة الجاية هيك إذا استضفناكنا تكون حافظ أكثر، نشوف كم جول دخلت. أوكي ماشي. تسلم على كل رفقاتك والمدرسة.